النهاردة بيحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. لسه بنواصل حوار مع المفكر والعالم الكبير الدكتور صبري الشبراوي، وبنتكلم على ما يمكن أن نفعله قبل فوات الأوان لإنقاذ مصر من الوضع اللي مش راضينا لا احنا ولا الحكومة. الحقيقة دكتور احنا اتكلمنا على فكرة ان مفيش حاجة اسمها فقر في الموارد، اي موارد يمكن ان تكون ثرية وغنية جدا عن طريق حسن استغلالها وطريقة تدويرها. في فكرة اخر وهي متعلقة بالهدف، الهدف المشترك، الهدف العام. كثير جدا من الدول، وانا يعني طبعا خبراتي في القراءة لا تقارن بحضرتك، لكن يعني قرأت ان معظم الدول اللي قفزت زي بعض الامثلة حضرتك تتهلنا عبد الفاصل، ماليزيا وتركيا واليابان واوا، في لحظة معينة من الزمن وقفوا وحطوا نفسهم هدف، هدف بعد 10 سنين، هدف بعد 20 سنة. قال بعد 20 سنة احنا هنتفوق في التكنولوجيا، بعد 15 سنة احنا نتفوق في الصناعات الصغيرة، احنا كذا. احنا عملناش ده. احنا الحاجة الوحيدة اللي سمعتها مؤخرا ان احنا عندنا مشروع اسمه مشروع القاهرة 2050، لو شكل القاهرة بعمل ازاي. لا شوف، انت الدول دي عادت النظر في نفسها كويس، وعادت النظر في قدراتها، وقالت احنا لا نقبل على نفسنا ان احنا نبقى كده كويس، فحرجت ارادة الناس، وبالذات مش ارادة الناس، الشعوب، الشعب، القيادات اللي بتقود ما بتقبلش على نفسها كده. يعني انت خد اليابان، قالت من العار ان احنا يبقى عندنا تلوث، عار في كونسبت العار في اليابان. لو الادارة ما نفستش وما انتجتش بالطريقة، يعني هم عندهم طلعوا بحاجه اسمها زيرو ديفكت، يعني ايه؟ فاي باتش بتاعت انتاج لو فيها واحد في الالف يبقى عار. مش يا سلام. طبعا لو فيها واحد من الالف ديفو او خطا ديفو يبقى عار. الناس النظافه عندهم، لو حد يقول لك ام اشيمت انا لو عامل لو في نقطه وسخه في، يعني سوري في التعبير، ها، يبقى عار. النظافه يعني حاجات غريبه. احنا لا، احنا مفوتين قوي. ليه؟ لان الاداره انت تدخل كده اي منظمه وروح مكتب المدير هتلاقي عنده حمام خاص. مظبوط، مش كده؟ طبعا. ليه؟ مش عايز يدخل مع الناس التانية الوسخة، سوري انا بستخدم الفاظ شوكينج ليه او صادمة ليه؟ عشان الناس تفوق. ليه؟ لانه هو عايز يعزل نفسه عن بقية الناس لانهم دورة المية بتاعتهم مش نظيف. مظبوط. ما تلاقيش ده في اليابان، رئيس سوني بينزل يعقل مع العمال او يبقى عنده مكتبه اكبر مترين، مش 100 متر وبتاع. لا. وبعدين الناس دي، بس حضرتك بتتكلم يا دكتور عن ثقافه مختلفه خالص الحقيقه. احنا ما هو انت احنا ناس، اذا كنت بتتكلم على ان لما بيطلع مثلا مصنع 1,000,000 قطعه لو قطعه واحده فيها ديفو او فيها خطا فده يعتبروه عار على البلد. ايوه، احنا عايشين في العار ده كل يوم. لا، ما هو انت الان وما بنحسش. هي المشكله فين؟ ما هو انت ليه بقى؟ المشكله في ادراك انه ليس عار، يعني احنا مش حاسين بمشكله. ما انت ما ليه؟ 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 لان اللي بيديروا هم نفسهم فيهم ديفكت. خلي بالك، هم نفسهم فيهم الدفوهات دي، فيهم الدفوهات دي، لانه هو ايه، فيقول لك هو في ده مفوت. ما انا قلت لك مفوتين. فعلا، يعني انا اللي بيشتغلوا معايا في خلال شهرين بيتغيروا. المصري قابل للتغيير وقابل للتطوير وقابل للاداء، بس حط له السيستم الصح. بالظبط. مين السيستم؟ مين اللي بيوضع السيستم؟ الاداره. مظبوط. ما الاداره صانعه الحضاره. ما فيش دولة متخلفة ودولة متقدمة، في إدارة متخلفة وإدارة متقدمة. تاني لو سمحت يا دكتور. الإدارة صانعة الحضارة. ما فيش دولة متخلفة ودولة متقدمة. لا، في إدارة متخلفة وإدارة متقدمة. يعني ماليزيا كانت متخلفة، جاء مجموعة يديروها وصلوها متوصل تصدير الفرد في ماليزيا، تصدير 8,000 أو 9,000 دولار اللي بيصدروا كل فرد في ماليزيا. بسم الله ما شاء الله. ايوه، وكانت دوله متخلفه. تايوان، كل الدول دي، كان الصين من 20 سنة. دلوقتي احنا بنقول احنا فين ودول فين؟ مش احنا، ده امريكا بتعاني بتنفس. صحيح صحيح، واخد بالك؟ صحيح. وكان مستوى الاداء بتاعهم وكانوا على الافيون. طيب، هي يا دكتور بعد اذن حضرتك انا عايز اتوقف عند لحظه ادراك الخطر.
يعني زي بالظبط ما الاتحاد السوفيتي في مرحلة من المراحل قال احنا هنركز في العلوم الفضاء ونبغ فيها. ادركت امريكا الخطأ وركزت قالت خلال 10 سنين انا هركز في علوم الفضاء عشان انافس لان وقت الحرب ده هايل هايل. المثل ده حلو قوي. اتفضل. عملت ايه امريكا؟ عملت ايه؟ اقول لك عملت ايه. اولا قالت عار علينا ان يسبقون. اعترفت بان هي لا تقبل هذا. كويس. العار. عمل ايه كينيدي؟ عمل سوشيال كونتراكت، عمل عقد اجتماع مع الشعب الامريكي ووعدهم ان بعد بيفور ذا اند اوف ذيس جير هو 63 او 62 سبقهم في الفضاء. قال قبل نهايه هذا العقد هنحط ايه؟ رجلنا على الفضاء. على الفضاء. عمل ايه؟ عمل مؤسسه ناسا وغيروا الجامعات كلها، الجامعات الامريكيه عملت سبيس ونيوكلر ديبارتمنت. عملت اقسام للفضاء والعلوم النوويه. ما هتطلع بالاوانطه بالكلمونوجيا بالهتاخ. لا، جابوا علماء، العلماء ودعموا اقسام الفضاء. طيب ده معناه ان هم حطوا لنفسهم هدف، ادركوا ان في خطا. قال لك الراجل يعني كينيدي حط هدف قبل اخر العقد ده هيكون عندنا ايه؟ واحد على ها؟ ما عادوش بقى طب ما هو ده اللي احنا عايزين بقى، عايزين الجمله دي، عايزين قبل حاجه نحط حاجه. ما انت النهارده ما عندكش، انت عندك ديت تايم مش ديد لاين في كل حاجه بتقول. يعني معلق شماعه اتشيفمنت بتاعتك على الدروشه متدروش. ان شاء الله ربنا يسهل هنوصل، ان شاء الله هنكسب. تكسب ان شاء الله، ما ربنا هترزق. هذا لسه يعني هترزق. انت حتى في الكوره ادعوا ربنا اداكوا مخ استخدموه، اداكوا العقل اللي هو احسن حاجه ادهالنا، واداكوا اجمل الارض، واداكوا جو ما حصلش في الدنيا، وغيبتوا نفسكم وتعلقوا شمعتكم على 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 تفسير اسلامي خطا. ربنا ما قالش، قال لك اسعى واعمل وسيرى الله. ها مظبوط. عملوكم اسعى يا عبد ونسعى معاك. انما انت بقى رايح الكوره بالدعاء تكسب. طب والبرازيليين بيرقصوا سامبا ما بيدعوش وملوك العالم في الكوره مثلا. انت هتقعد بقى تعمل لي، استخدم مخك وعلمك. الروشته الاتي، تحط هدف وتكتل الندره بتاعتك تحقق لك هذا الهدف. طيب بعد اذنك، حلوه النقطه دي جدا يا دكتور. احنا دلوقتي عندنا 840 مشكله، 840 قصور. عندنا خراب في التعليم، عندنا فساد في الهيكل الاداري، عندنا مشكلة في التصنيع والكوادر المؤهلة بجد انها تخش في عالم الصناعة، عندنا مشكلة في الاستثمارات زي ما حضرتك قلت ان الاستثمارات معظمها خارجية وربحها وفوائدها لا تعود على المصريين. واحتكارية. واحتكارية. طيب انا عندي 500 خرم. لا. ابتدي بسد ايه ولا ايه؟ تبتدي انا اقول انا مصر اشوف اهم النقط التنافسية اللي تخليني اطلع. يعني ما بدأت بنقطة الضعف. ابدأ بنقطة القوة اللي عندي. اركز بقى جهودي في نقطة القوة. نقطة القوة اللي عندي. انا عندي نقطة قوة. اقول لك مثلا. اتفضل. انت عندك الاطباء المصريين مثلا. تمام. اما بيطلعوا بره ده اكسل. عندنا امثال. بيتميزوا جدا. تميزوا جدا. انا اقول مثلا انا في في الامة العربية 300 مليون عربي. ها؟ ما جيتش قلت هعمل احسن مدن طبية في العالم. واجيب ابناء الاطباء اللي في العالم يشاركوا في بناء هذا الصرح الطبي. لا، ده انا اللي بيع عني بصفر. صحيح. بقول ان احنا وحشين. مش كده.